بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مصابيح في السماء. نرى في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عدد من النجوم المضيئة. هذه النجوم تضيء الدخان الكوني المحيط بها، ويقول العلماء أنها تعمل مثل المصابيح الكاشفة، تكشف لنا الطريق وتجعلنا نرى سحب الدخان الكثيفة في الكون. ولولا هذه المصابيح لم نتمكن من معرفة الكثير من أسرار الكون. صدق الله عندما سبق علماء الغرب إلى هذا الاسم المصابيح. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظنا ذلك حفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت آية 12. فمن الذي أخبر النبي الكريم بهذه الحقيقة العلمية قبل 14 قرنا؟ والله أعلم، أكيد الله سبحانه وتعالى.